نروح لبيراميدز، ومعايا خبر من بيراميدز عن احمد فتحي، مستر تاكيس جونياس، المدير الفني اليوناني لنادي بيراميدز، بيعمل توصيه كده لاداره بيراميدز بعدم تجديد عقد احمد فتحي. انتوا عارفين عقد احمد فتحي هينتهي بنهايه الموسم الحالي، فتاكيس مش عايز يجدد. بس خلي بالك، والله اعلم، هو تاكيس يعني مكمل للسنه الجايه ولا؟ انتوا عارفين تاكيس مدد عقده مع بيراميدز اعتقد 3 سنين قدام يعني، بس الله اعلم، الكوره فيها كتير طبعا. يعني الواحد لو اتكلم على احمد فتحي 10 حلقات ورا بعض مش هيوفي حقه. احمد فتحي من اهم اللعيبه في الكره المصريه، احمد فتحي يعني لعيب عمل انجازات كبيره جدا، حقق كل البطولات وشارك في كاس عالم وكسب 3 افريقيا مع منتخب مصر، من اللعيبه الرجاله جدا واللعيبه اللي عملت تاريخ كبير جدا سواء لبلده مصر او للنادي الاهلي او لنفسه كاحمد فتحي. فاحمد ما شاء الله يعني، احمد اعتقد مواليد 84، يعني نقدر نقول كام سنه دلوقتي، احنا في 36 سنه مثلا، 36 سنه احمد فتحي. لكن احمد فتحي من اللعيبه ال 38 سنه، مواليد 84 يبقى 38 سنه احمد فتحي. فلا، احمد فتحي حاجه كبيره جدا، ولعيب يعتبر من اهم اللعيبه في تاريخ الكره المصريه. القصه مش قصه مهاره وحرفنه، لكن احمد فتحي من اللعيبه اللي لعبت عدد ماتشات دوليه كتير جدا. الراجل قعد حوالي 15 سنه ما شاء الله مستواه ثابت، اكتر من 15 سنه، ان احمد فتحي لعب وهو صغير، كان عنده 17 18 سنه وكان مع الكابتن حسن شحاته في منتخب الشباب، وبعدين تم تصعيده للمنتخب الاول. فاحمد فتحي من اللعيبه اللي يعني عمل تاريخ كبير جدا وكسب بطولات كتيره جدا سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي، من اللعيبه الدوليه واللعيبه الرجاله واللعيب الجوكر اللي بيأدي في اي حته في الملعب، في اي بوزيشن او في اي مركز، باك رايت، ديفندر، مساك، في اي حته تلاقي هاف رايت هاف ليفت، احمد فتحي من اللعيبه المهمه جدا جدا جدا. يعني لو استرجعتوا كده تاريخ احمد فتحي وانتصاراته مع المنتخب ومع النادي الاهلي وعدد الماتشات، واحترف احمد فتحي في قطر واحترف في انجلترا واحترف في حتت كتير جدا، فاحمد فتحي انا شايفه من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره المصريه. عدم بقى تجديد عقده او ما يتجددش عقده، انا عارف ان احمد فتحي اعتقد يعني بيفكر ان هو يعني ممكن السنه الجايه خلاص ما اعتقد يعتزل يعني. هو العلاقه بينه وبين تاكيس في بيراميدز مش في احسن حالتها في الفترة الحالية، لكن طبعا يبقى أحمد فتحي اسم كبير جدا من أسماء اللعيبة في مصر، في تاريخ مصر أو في تاريخ الكورة في مصر.